حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع الجرعة الثالثة الكثير من الناس بدأ يسأل عنه بشكل كبير، إن كان من تعزيز المناعة طبعا، ويعني هذه الجرعة أنها تزيد من مناعة الشخص أو الأجسام المضادة، وخاصة أنه بدأنا أو هناك سماع عن وفيات يبدو لي بعدد شوي أكبر ويزيد أو يعني تتردد أعداد الوفيات بشكل عام. ولكن موضوع الجرعة الثالثة وإن كان أهميتها ومتى نأخذها أو لا نأخذها، معنا حول هذا الموضوع الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض السارية. يعطيك العافية دكتور حسام. أهلا وسهلا فيك. أهلا أخي. أهلين فيك، الله يسلمك دكتور. إحنا يعني نتابع معك باستمرار الحالة الوبائية والتوقعات بناء على الدراسات والمقارنات ما بيننا وبين الدول، ويعني حتى مما يقارب الشهر لما بدأنا نشعر أنه قد يكون هناك زيادة، ذكرت أن هذه تسمى ارتدادات ولا تسمى موجة ثالثة، وفعلا نحن ضمن هذه، يعني إن كان وصحح كلامي، ضمن هذه الارتدادات. ولكن نرى أعداد الوفيات تكثر قليلا، وهل نبقى مطمئنين إن شاء الله تماما بما نحن فيه الآن؟ هو حقيقة أنا بتابع الوفيات وبتابع الإدخالات، اعتقد انه احنا يعني تقريبا نفس الشيء منذ حوالي 40 يوم، يعني بتنزل ل 4 5 بتطلع ل 17 16 بتنزل ل 10، يعني المعدل تقريبا 12، فما حقيقه ما زادتش اعداد الوفيات زياده حقيقيه. ونسبه الادخالات نفس الشيء، يعني اكثر شيء ممكن وصلت 100 ونزلت ل 70 80، فتتراوح بين 70 و100. يعني طبعا هو يعني مش كل يوم سيكون زي اليوم الاخر، لكنه اعتقد انه وضعنا جدا جدا مستقر، واعتقد انه هذا يعود الى سببين رئيسيات انا ذكرتهم يمكن عده مرات في البوستات تاعتي. السبب الرئيسي الاول انه احنا خارجين من موجه كبيره جدا، هذه الموجه اعطتنا مناعه طبيعيه مهمة كبيرة جدا، خلت المناعة المجتمعية تصل تقريبا إلى يعني إلى مناعة القطيع، وصلنا تقريبا أنا أتوقع. السبب الثاني برضو كثرة اللقاحات التي يعني تشكر وزارة الصحة على إعطائها للناس بطريقة حقيقة سخية وكبيرة، وهذه سببين خلى عن الوضع الوبائي يمكن هلأ أنا بتوقع ممكن من أحسن دول العالم، يعني صحيح مش ممكن أحسن دولة، لكن من أفضل الدول المسيطرة على الوباء، خاصة إنه إحنا بالصيف عادة بيزيد عدد السكان أكثر من 20% نتيجة الزيارات والأعياد التي صارت وفتح المدارس. كل هذا حقيقة لم يجعل الوضع الوبائي يتخلخل مع كل هذه الأمور. وفي شيء مهم كثير انا مره كتبته على البوست تاعي، انه حقيقه اعداد الاصابات ممكن هي تكون اكثر مما من حقيقتها الحقيقيه، يعني لو قارنا وقتا لوقت، لو نقارن الان عدد الاصابات اللي اليوم مثلا حوالي 1000 او امبارح كان 800 او 700، هذه حقيقه حوالي 30 الى 40% اكثر مما من سلاله دلتا، منها من سلالات الفا، نتيجة أنه الفيروس موجود بأنف المصاب حوالي أكثر من 1250 مرة من سلالة ألفا. فبالتالي البي سي آر، فحص البي سي آر لن يعطي كثيرا من الفولس نيجاتيف كيسز، يعني كان يعطينا أنه نيجاتيف بحالات الألفا حوالي 30% من الحالات، يعني بس 70% اللي كنا نكتشفهم. أعتقد بالفيروس دلتا إحنا نكتشف حوالي 100% من الإصابات، وبالتالي إحنا ما عندناش حقيقة زيادة في عدد الإصابات أكثر من إن أصبحنا أكثر، يعني نتيجة وجود دلتا أكثر سهولة في تكشف الإصابات، وعدم وجود حقيقة الفولس نيجاتيف قلت بكثير كثير عن السابق نتيجة سلالة دلتا تركيزها في الأنف المريض حوالي أكثر من 1250 مرة من سلالة ألفا. طيب يعني نحن الآن في وضع جيد إن شاء الله، غير مقلق أبدا. أنا مطمئن جدا، كما قلت لك يمكن آخر مقابلة كانت قبل شهر ونص، إني أنا مطمئن جدا على الأردن. اللي بيزيد اطمئناني كل يوم إنه مع الانفتاحات الكبيرة اللي بتصير الأعداد مش قاعدة بتزيد، فهذا يدلنا يعني طبيعيا على أن حقيقة نحن وصلنا إلى مناعة القطيع. يمكن المعهد الأمريكي اللي نتعاون معه في الحساب الـ RO أو R-NOT اللي هو مدة الانتشار،
كانت قبل شهرين حوالي 0.9 زادت ل 1.2، يعني زيادة طفيفة جدا مع الزيادة الكبيرة جدا مع عدد السكان. يعني أنت يعني لا تنسى بالصيف نزيد عددنا 20%، فهذا سيؤدي إلى زيادة في عدد الحالات 20%، زائد اللي ما ذكرته عن دلتا تزيد 30%. يعني إحنا حقيقة ممكن يكون عندنا أقل بحالاتنا لو ما نقارن بأخذ كل الاعتبارات الأخرى من أحسن مما كنا شهرين سابقات، مع أنه ممكن الأعداد أكثر شوي لكنه حقيقة الأعداد ممكن تكون أحسن. وهذا يعني أنا حقيقة يعني ممكن يتميز أنه أنا دائما براجع المحصنيات الوبائية في باقي العالم اللي بتذكر حقيقي الأرقام الحقيقية وبقارنها بالأردن وبعطيها إذا بقدر أحكي نكهة العوامل الداخلية الموجودة في الأردن، لأنني أعيش في بلدي فأعرف مثلا لماذا زادت هنا ولما نقصت هنا وإيش المتوقع. وهذا حقيقة ما بقدرش يحكيه المحللين اللي برا الأردن، يعني نعم. لو بنطلع مع المحلل آخر برا الأردن ما بيعرف العوامل الداخلية الكثيرة اللي بتصير عندنا. فأنا حقيقة يعني ملخص ما أقول، أنا مطمئن لدرجة كبيرة جدا أن وضعنا الوبائي حقيقة مستقر. وأنا أعتقد يمكن أنا قلت مرة على قناة المملكة وكانت لسه ببداية الزيادة، وقلت أطمئن الناس إنه هذه الزيادة ليست زيادة حقيقية وأن الأمور مستقرة. وكان هذاك الأيام معظم التصريحات تناقض ما قلته، لكنه لأنني أدرس الموضوع بجدية كثيرة جدا وأخذ كل العوامل متشابكة مع بعضها، طلعت إلى قناعة أننا حقيقة إلى الآن نحن ليس عندنا أرضية لموجة جديدة الحمد كبيرة. لله. الحمد لله، وإن شاء الله أن تبقى كذلك وأن تذهب تماما. طيب سؤالنا دكتور، ما حقيقة الفائدة المرجوة من الجرعة الثالثة المعززة الآن؟ هذا الجرعة الثالثة حقيقة عليه كثير كلام، ممكن في كلام رح يصدر قريبا نتيجة بعض الأبحاث العالمية بدأت تصدر عن الفرق بين المناعة الطبيعية والمناعة الصناعية. أقصد بالمناعة الطبيعية يعني الذي أصيب، والمناعة الصناعية اللي هو بعد اللقاحين. يا ريت زودنا بأهم الفرق، يعني أيهما أفضل أو الفروقات بينهما. حقيقة الغريب جدا، ظهر بحث جديد جدا على أكثر من 600 ألف شخص، وقورنت الإصابة الحقيقية يعني مع اللقاحين من فايزر، وتبين أن الإصابة الحقيقية تحمي من دلتا 13 ضعف من اللقاحين فايزر، واللقاحين فايزر نزلت كفاءتهم إلى 39%. وذلك ليش؟ لأنه الدلتا في طفرات كثيرة حصلت على النتوء الشوكي أو هو السبايك بروتين، وهو اللي كان المستهدف في أو اللي عمل له mRNA تاع فايزر، إنه يعني اللقاح تاع فايزر الآن أصبح ليس بقوة اللقاح الذي خرج بشهر واحد بداية السنة هذه، لأنه خرج هو للسلالة القديمة. الآن معظم العالم عنده دلتا، يعني عندنا أكثر من 90% من حالات دلتا بأمريكا، تقريبا 99% من حالات دلتا. فوجدوا أنه حتى الذين يلقحوا فايزر مرتين ممكن أنه يصابوا. مش معناته هذا أنه أنا أدعو إلى عدم اللقاح، بل بالعكس أدعو إلى اللقاح، لأنه أي مناعة أفضل من غير مناعة. لكنه يفضل أنه ما يأخذ فايزر، ما يأخذ فايزر يأخذ أسترازينيكا، وجدوا أو يغير نسبة عدد يعني نوعية اللقاح. يعني أنت تنصح يعني حتى نؤكد هذه النقطة، أنت تنصح لمن يريد أن يأخذ جرعة ثالثة أن يغير عن الجرعتين السابقتين. هذه نقطة مهمة جدا أول شيء. بعدين أنا يعني في شيء مهم كثير، هلا لأن معظم الطفرات تصير على النتوء الشوكي، ومعظم اللقاحات اشتغلت بس على أن نأخذ أجسام مضادة ضد النتوء الشوكي، بينما الصيني اللي هو كثير من الناس اللي بيعتبروه ممكن لقاح أقل قدرا، ممكن يكون بدلتا هو أكثر قدرا من باقي اللقاحات، لأنه هو يعطيك الفيروس كاملا ميت. صحيح أنه ليس هناك دراسات، لكنه لو بدنا ننسخ كما ظهرت أنه الإصابة الحقيقية تعطي مناعة أكثر، لأنه الإصابة الحقيقية تعطيك عدة أماكن للأجسام المضادة، أكثر من 4 أماكن،
بينما اللقاح تاع الفايزر بيعطيك لمكان واحد وهو السبايك بروتين او النتوء الشوكي اللي عليه الاجسام المضاده. فممكن يكون الصيني حقيقه برضو انا بنصح فيه اللي ما ياخذ فايزر ممكن ياخذ بوستر دوز او هذا ممكن اذا بده ياخذ صيني، لانه حقيقه يجب ان تنوع اللقاحات. يعني انا لا انصح اللي ما ياخذ اثنين فايزر ياخذ ثالث فايزر، وما بنصح اللي ياخذ ما ياخذ اثنين استرازينيكا ممكن ياخذ فايزر. لكن لسه الصيني اعتقد انه بدا سوقه يروج اكثر، لانه هو فيروس كامل وممكن ان نحتاج الى البروتينات او اجسام مضاده لعده انواع من البروتينات، وليس كما حصل او يحصل في الفايزر والاسترازينيكا. يعني نعم. انا اعتقد برضو شركات اللقاح اعتقد ستنظر بجديه الى هذه المعلومه، البحث الاخير هذا اللي حكيت لك عنه، انه ممكن يجب ان تعدل السبايك بروتين او تاخذ اكثر من بروتين واحد في الفيروس، او انها تاخذ اماكن اكثر ثباتا من السبايك بروتين، لانه ثبت السبايك بروتين حقيقه او النتوء الشوكي الطفرات اللي فيه مع كل سلاله هو اكثر شيء يتغير، فيجب ان ناخذ اماكن من الفيروسات اكثر استقرارا من السبايك بروتين هذا. نعم الاستاذ حسام، دكتور حسام ابو فرسخ، استشاري وتشخيص الامراض الساريه، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك.